عارف يا دكتور احنا بنقول مثلا على في زاويه اضيق شويه اصغر شويه انه دايما لما كنا بنسال على الحكايه دي بيقولوا مكلفه طبعا. فبتتعمل على استحياء مثلا اللي قادر في بيته يقول لك فوق او مصالح حكوميه تعمل الكلام ده برضو على الروف على السطح المصالح الحكوميه وما الى اخره. فعشان كده ما كناش حاسين ان في توسع او حاجه بمعنى كلمه محطه انه ما فيش جهد منظم يعني في المساله دي. المحطه دي هتخدم اكتر من غرض. اولا الناس مش حاسه بالكلام ده عشان الطاقه مدعومه في مصر. ابى من ابى ورضى من رضى يعني الطاقه مدعومه. انا عارف ان الاسعار بتغلى وانا عارف ان الطاقه غاليه بس الطاقه دي سلعه عالميه. لما حضرتك المفروض تقارني الطاقه تقارني البترول هنا وتقارنيه بامريكا وتقارنيه بكندا المفروض كله يبقى نفس السعر اللي انت بتشتريه من نفس الحته. يعني كسلعه عالميه وليها البورصه بتاعتها الخاصه بيها فدي سلعه عالميه ولكن الطاقه في مصر مدعومه. الناس ممكن ما تكونش حاسه بده او عشان الحاجات كلها غاليه ولكن ده حقيقه الطاقه مدعومه. فلو حضرتك شلت الدعم ده ولو قليل جدا الطاقه الشمسيه يعني ايه وهو ده المفروض المستقبل لان انا لو عاوز احافظ على هذا الكوكب انا لازم اتجه الى الطاقه المتجدده لازم. يعني احنا ما عندناش رفاهيه الاختيار.